المنورة جايز أبا شعوركم من الآن أوكي؟ يعني إيش قبل لا تشوفوا إيش تحسوا؟ حماس. معليش يا جماعة العربي عندهم صعب على فكرة. حار. إيه؟ حار. جو حار. إيش دخل الجو؟ إيش هذا قملة؟ هذا قملة. إيه ناكل في السيارة يعني. إيش هذا قملة؟ أنت قملة؟ أبوي ارجع قرب قرب عليه. ابي قرب عليه بالله. يلا احضر شرينا بيك جوي واجوائي. طبعا يا جماعه فؤاد كثير حب البيك، قلت له كيف تجي السعوديه. الحمد لله طيبه الحمد لله. تسلمي مع ابو ثامر. ايوه اسمعوا قصدين. هل عرفتي؟ لا مين؟ مستحيل احد يجي السعودية وما ناكلوا بيك. كيف البيك اول ما جربوه يا جماعة مرة حبوه؟ كيف البيك؟ لذيذ جدا وكلب المعلقة. سمعت شو قال؟ تعال قل له قل له لابوي. قلت له كيف البيك؟ ايش قلت؟ لذيذ وكلب المعلقة. انا بدي اطلع بسيارة اكل فيها. مين بيطلع هنا؟ انا بطلع مع ابو سامر. يلا ليش ورا حشروني؟ دايما يحشروني ورا. عمتي تعاي اطلعي بسنابي. تعاي عمتي. ما وده انت علامك مسوي الرجل القيوس. تعالي امي شلونك عمتي؟ جاراتها يا جماعة في هولندا قاعدين يشوفوا حساباتنا بكل شيء يرسلوا لهم.